طبعا فرضت التحديات التقنية الحديثة على الحكومات ضرورة تحول نحو الخدمات الذكية لتلبية طموحات الشعوب ومواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية الهائلة خلال السنوات الأخيرة. طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من أعلى دول العالم في نسبة انتشار الهواتف الذكية، وجاءت الدولة في المركز الثاني عالميا كأكبر سوق للتجارة باستخدام الهواتف الذكية. البحث الذي أجرته شركة باي بال وإبسوس. طبعا الدراسة هاي بينت عن أن هناك أكثر من 57% من المتسوقين عبر الإنترنت في الدولة قاموا بعمليات شراء باستخدام الهواتف الذكية خلال الأشهر 12 الماضية. وطبعا أوضح المتسوقون المشاركون في الدراسة من الإمارات أن متوسط مشتراتهم باستخدام الهواتف الذكية قد بلغ 24% من إجمالي إنفاقهم. طبعا الإجمالي الإنفاق هذا يكون على التسوق عن طريق الإنترنت خلال 12 شهر الماضية. هذه التطورات كلها تفرض على الجهات الحكومية أن تواكب تلك التطورات، وطبعا وأن طبعا في النهاية توجيهات قيادتنا الرشيدة في تحقيق سعادة المواطن والمقيم كانت واضحة، حيث أن وجود خدمات حكومية ذكية مبدعة سريعة تصل إلى الناس على مدار ساعة. طبعا دبي قطعت شوطا متقدما في طريق التحول إلى مدينة ذكية انسجاما مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رحمه الله، الذي قال: نريد أن ننقل مراكز تقديم الخدمات الحكومية إلى الهواتف الذكية للمتعاملين، حيث يستطيع المتعامل تقديم طلبه للحكومة من هاتف المتحرك متابعة هذا الطلب في أي وقت من ليل أو نهار. طبعا تهدف المبادرة بشكل عام التي يطلقها سموه إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى عالميا، وتسير كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي على طريق تحقيق هذا الهدف، بحيث يكفل إدارة كل مرافق وخدمات المدينة عبر أنظمة ذكية مترابطة متكاملة وسلسة تسهل على الناس حياتهم وتكسر بذلك حدود الزمان والمكان. هيئة كهرباء مياه دبي خطت خطوات واسعة في هذا المجال، في مجال التحول الذكي، ونجحت في تحويل جميع خدماتها إلى خدمات ذكية بنسبة 100% قبل مرور عام على إطلاق مبادرة دبي الذكية. وبدأت الهيئة التحول الذكي في خدماتها منذ عام 2009 وفقا لاستراتيجية واضحة تواكب أحدث التقنيات وآخر التطورات في مجال التحول الذكي. ويتمثل طبعا هدفنا في التحول إلى المدينة الأذكى في العالم في تحقيق سعادة الجميع وتوفير خدمات ذكية وآنية وسلسة في أي مكان وعلى مدار الساعة. كذلك طبعا رؤية الإمارات 2021 تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول 2021، وخطة دبي 2021 تهدف إلى أن تكون مدينة ذكية متصلة متكاملة ومستدامة في مواردها. طبعا الهيئة أطلقت العديد من المبادرات، من أهم المبادرات شمس دبي. تهدف المبادرة إلى تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب لوحات كهروضوية تنتج كهرباء من الطاقة الشمسية، وستقوم الهيئة بربطها واستخدامها داخل المباني مع تحويل فائض بشبكة الكهرباء، ما يشجع على استخدام الطاقة المتجددة وزيادة نصيب في إنتاج الكهرباء والمياه وتنويع مصادر الطاقة في دبي. المبادرة الثانية التطبيقات والعدادات الذكية. تركز هذه المبادرة على استخدام التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية توفر مزايا عديدة للمتعاملين. وضعت الهيئة الاستراتيجية وخارطة الطريق واضحة المعالم. التكلفة المقدرة لهذا المشروع حوالي 7 مليارات درهم في تعزيز بنية تحتية قوية تدعم برامج إدارة الطلب ومبادرة ربط مصادر الطاقة المتجددة. وتخطط الهيئة لتركيب أكثر من 1 مليون عداد ذكي واستبدال جميع العدادات الميكانيكية والكهروميكانيكية خلال السنوات الخمس المقبلة. المبادرة الثالثة الشاحن الأخضر.
تهدف الهيئة من خلال مبادرة الشاحن الأخضر إلى إنشاء بنية تحتية ومحطات شحن للسيارات الكهربائية، الهدف تشجيع استخدام السيارات الكهربائية في دبي. وقد أنشأت الهيئة حتى الآن 16 محطة شحن للسيارات الكهربائية في دبي، وتعمل على وصول العدد إلى 100 محطة بنهاية العام. مبادرة سرب، أطلقنا مبادرة سرب لتسخير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، وذلك لتسهيل حياة الناس في الخدمات الداخلية وخدمات البنية التحتية لإمارة دبي، وتعزيز استخدام التقنيات الذكية لخدمة سكان الإمارة. وسيكون المبادرة الأثر الكبير في رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تسريع العمليات ورفع نسبة الأمان عند إجراء الفحوصات الدورية وصيانة الشبكات وتحديد أماكن الأعطال بدقة عالية، وعند مراقبة الإنتاج، وكذلك عند إجراء المسوحات الميدانية للمشاريع التطويرية للهيئة، وعند القيام بالتوصيلات الجديدة لمباني ومرافق إمارة دبي. كذلك ما من شأنه ترسيخ ثقة المتعاملين في جودة الخدمات المقدمة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي. وتسهم هذه المبادرة في رفع التنافسية المؤسسية من حيث الوفرات المالية، نظرا لمساعدتها في الكشف المبكر والتصوير الحراري للخطوط الهوائية لنقل وتوزيع الطاقة والحد من المخاطر والتكلفة، بالإضافة لسرعة الاستجابة والدقة العالية في اتخاذ القرار من خلال الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة للمجسات الموجودة داخل هذه الطائرات الروبرتية القابلة للتحديث، مثل الكاميرات الفائقة الدقة المعززة بتقنية الرؤية الليلية والليزر ومجسات تحديد المواقع وقياس الضغط والارتفاع وقياس المجال المغناطيسي والتقنيات الأخرى، إلى جانب استخدام الطائرة بدون طيار في هذا المجال.